بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome back to Diagnostic Macrobiology. Microbial flora of the human body. Among the objectives of this lecture, you have to define the indigenous microflora of the body, know the microflora of the skin, know the microflora of ears and eyes, know the microflora of respiratory tract, know the microflora of oral cavity, the mouth, know the microflora of gastrointestinal tract, know the microflora of genitourinary tract, and know the roles of indigenous microflora. Then let's define the indigenous microflora of humans. In the past, it was referred to as normal flora. In the past, we were نطلق مسمى النورمال فلورا او البكتيريا الطبيعيه او الميكرو اورجانيزمز الطبيعيه الموجوده على جسم او داخل جسم الانسان. طبعا includes all the microbes, bacteria, fungi, protozoa and viruses that resides on or within the person. 500 to 1000 different species. طبعا لما نتحدث عن الانديجينس ماكروفلورا اوف هيومنز طبعا هذه تتضمن البكتيريا والفطريات والاوليات البروتوزوا وكذلك الفيروسات الموجوده اما على الشخص او داخل الشخص وهناك بمعدل من 500 الى 1000 نوع مختلف من هذه الميكروبات الموجوده في جسمنا او داخل جسمنا. Land. A fetus has no indigenous microflora. During and after birth, a newborn is exposed to many microorganisms from its mother, food, air, and everything that touches the infant. إذن عندما يولد الإنسان هذا الجنين عندما يولد الطفل يكون خالي من أي نوع من أنواع الميكروبات. لا يكون عليه لا خارجه ولا داخله هو في رحم أمه ولكن عندما يخرج خلال عملية الولادة هذا الطفل يتعرض للمايكرو أورجانيزم يتعرض إلى الميكروبات إما من أمه أو من الطعام أو الهواء أو أي شيء يلمس هذا الطفل طبعا both harmless and helpful microbes take up residence on the skin at all natural openings and on mucous membranes that lines the digestive tract where they reside and multiply. لان هذا الطفل عندما يولد كنا يتعرض الى الميكروبات من اما من امه او من الهواء او من الطعام او اي شيء يلامس هذا الطفل وطبعا الميكروبات التي ستكون عليه أو في داخله تكون على نوعين طبعا منها بيكون غير ضار ومنها مفيد harmless and helpful طبعا they take residence on the skin بيسكنوا وبتوطنوا على الجلد في كل الفتحات الطبيعية الأنف الفم الشرج إلى آخره المهبل عند النساء كل هذا بيدخل داخل طبعا على الأغشية المخاطية وكذلك في الأمعاء أي الأغشية المخاطية المغطنة للأمعاء وتبدأ الآن في التكاثر. The types of resident microflora differ from one anatomical site to another. الآن بيعتمد على نوع العضو أو المنطقة اللي موجود فيها هذه الميكروبات تختلف أنواع البكتيريا من منطقة إلى أخرى مثلا الميكروبات الموجودة في الأمعاء تختلف عن الميكروبات الموجودة في الفم تختلف عن الميكروبات الموجودة في الأذن أو العين أو غيرها. الآن نتحدث عنهم واحد واحد. ماكروفلورا of the skin. ما هي أنواع الميكروبات التي تكون على الجلد طبعا هذا الانواع بتكون على الخارج خارج الجسم ملامسه او مستوطنه على جلد الانسان طبعا it consists of bacteria and fungi
بتكون معظمها بكتيريا وفطريات. حوالي 30 نوع مختلف, about 30 different types. Skin flora are aerobic and anaerobic. Clostridia, the latter lives in deeper layer of skin, hair follicles and sweat and sebaceous glands. طبعا البكتيريا الموجوده على جسم الانسان بتكون نوعين, اما هوائيه او لا هوائيه. لا هوائيه عاده تكون من انواع الكلوستريديا وتعيش في ثنايا الجلد العميقه, تعيش في بصيلات الشعر اللي هو الهير فوليكلز, وكذلك في غدد العرقيه والغدد الدهليه اللي هي السبيسس جلاند. The most common bacteria on skin are, طبعا هناك بكتيريا منتشره عامه على الجلد وتكون على النحو التالي: Staphylococcus epidermidis and other coagulase negative staphylococci. اذا النوع الاول هو Staphylococcus epidermidis, من اسمها epidermidis اي تعيش على الجلد, وكذلك انواع اخرى بتكون coagulase negative. Macrococci, Crinobacterium, Propionibacterium, Bribidibacterium, Bribibacterium and Acetinobacterium. هذه الأنواع كلها بتكون عايشة على جلدنا. طبعا one species بالتحديد, نوع معين من التحديد اسمه Propionibacterium أو P. acne. It is responsible for acne. لأن acne هو حب الشباب, فبالتالي هذا النوع من البكتيريا إذا وجد على الجلد بسبب التهابات وبسبب حب الشباب. لأن yeast and candida albicans are frequently present. هنا بالإضافة إلى البكتيريا هناك الخمائر أو الفطريات. طبعا الفطريات عبارة عن خمائر yeast وطبعا candida albicans, وموجودين على جلدنا بكميات كبيرة. The number and variety of microorganisms present on the skin depends on many factors. طبعا نوع الميكروأورغانيزم أو نوع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على الجلد وعددها بيعتمد على عدة عوامل. أولها amount of moisture, لأن كمية الرطوبة الموجودة على الجلد. طبعا احنا جلدنا في مناطق رطبة ومناطق جاف. برضو pH هي درجة الحموضة, وبرضو كمان تختلف درجة الحموضة على جلدنا من منطقة إلى أخرى. temperature كذلك درجة الحرارة, يعني درجة حرارة الجلد عنا بتختلف من منطقة لمنطقة, لأن في مناطق بتكون أدفى من مناطق. salinity اللي هي نسبة الملوحة, لأن present of sweat such as fatty acids and presence of other microbes. كذلك عوامل أخرى هي present of wastes such as fatty acids and presence of other microbes. في بعض المناطق موجودة عليها عوادم wastes ومثل الأحماض الدهنية, وبعضها فيها بكتيريا أخرى أو ميكروبات أخرى. كل هذه عوامل بتحدد نوع الميكرو أورجانيزمز الموجود في منطقة الجلد. لأن moist warm conditions in hairy areas of the body where there are many sweat and oil glands such as under the arms and the groin area stimulate the growth of many different microorganisms. لذلك المناطق الرطبة اللي بتكون دافئة نوعيا مليئة بالشعر, طبعا هذه توجد فيها برضو العديد من الغدد العرقية والغدد الدهنية موجودة, مثل المناطق اللي بتكون تحت الإبط ومنطقة ما بين الفخذين اللي هي الجروين أريا. هذه بتؤدي إلى تكاثر أعداد كثيرة من وأنواع مختلفة من الميكروبات.
لان بالمقابل dry hairless area have few bacteria، المناطق تكون جافة وعديمة الشعر بيكون فيها أعداد البكتيريا قليلة جدا. لان the surface of the skin near mucosal openings of the body, the mouth, eyes, nose, anus, and genitalia is inhibited by bacteria present in various excretions and secretions. لأن المناطق اللي بتكون قريبة من هذه الفتحات، فتحات الجسم مثل فتح حوالين الفم، العيون، الأنف، الشرج والجينيتاليا اللي هي المناطق التناسلية، بتكون عديمة البكتيريا أو البكتيريا فيها مثبطة، وذلك نتيجة الإفرازات التي تخرج من هذه المناطق التي تمنع نمو البكتيريا في المناطق المحيطة لهذه الفتحات. لذلك حوالين الأنف لا يوجد بكتيريا، حوالين الشرج لا يوجد بكتيريا، حوالين العيون لا يوجد بكتيريا، وكذلك الفم إلى آخره. لأن most infections following burns, wounds and surgery result from the growth of resident or transient skin microflora. لأن بعض الإصابات البكتيرية خصوصا إذا كان هناك حروق أو جروح أو بعد عمليات جراحية بتكون هذه البكتيريا أصلا موجودة على الجلد أو بتكون عابرة للجلد. لذلك إذا لم يتم تعقيم المناطق اللي بتم فيها العملية الجراحية تدخل هذه البكتيريا إلى داخل جرح العملية وتؤدي إلى التهاب. كذلك إذا كان هناك حروق، طبعا البكتيريا الموجودة على الجلد ستدخل إلى منطقة الحرق وتؤدي إلى حدوث التهابات وإصابات، وكذلك الجروح. الآن نجي على الميكروفلورا of ear and eyes، البكتيريا والفطريات الموجودة في الأذن والعين. The middle and inner ears are usually sterile. إذن منطقة الأذن الوسطى والأذن الداخلية عادة يكونوا معقمات، لا يوجد فيهم أي نوع من أنواع الميكرو أورجانيزمز. Whereas the outer ear and the auditory canal contains microbes as those found in the moist area such as mouth and nose. لأن المناطق أو منطقة الأذن الخارجية والقناة، قناة السمع لحد الطبلة اللي هي الآن، هذه المنطقة بتكون فيها ميكروبات. هذه الميكروبات بتكون شبيهة بالميكروبات الموجودة في الفم والميكروبات الموجودة في الأنف. الآن when a person sneezes, coughs or blows his or her nose, microbes may be carried along the Eustachian tube into the middle ear where they can cause infections. لما الإنسان يتعرض إلى أمراض زي الرشح أو السعلة إلى آخره، أو عندما يقوم بتنظيف أنفه فيتولد هناك ضغط، هذا الضغط ينقل الميكروبات عن طريق قناة ستاكيوس إلى منطقة الأذن الوسطى. فبالتالي لما يكون الإنسان مرشح وأنفه مسكر أو يكون في عنده احتقانات ويقوم بعملية تنظيف هذه الاحتقانات عن طريق تنظيف أنفه، هذا الضغط المتولد وأنه ينقل الميكروبات والسوائل عن طريق قناة ستاكيوس التي تربط بين الأذن الوسطى والحلق، فبالتالي راح تنتقل بعض الميكروبات إلى منطقة الأذن الوسطى وتسبب التهابات. The external surface of the eye is lubricated, cleansed, and protected by tears, mucus, and sebum. لأن المنطقة الخارجية للعين بتكون دائما رطبة، lubricated، منظفة ومحمية بالدمع وكذلك المخاط والسيبوم اللي هي الإفرازات التي تفرزها المناطق المحيطة
بالعين. فبالتالي هذا بيؤدي إلى عدم تراكم البكتيريا أو الميكروبات على سطح العين الخارجي. Thus, continual production of tears and presence of lysozymes in tears reduce the number of indigenous microflora organisms found in the eye surface. لأن الإنسان بطبيعته دائما ينتج الدمع، وهذا الدمع يحتوي على إنزيم اللايزوزايم. إنزيم اللايزوزايم زي ما تعلمنا إنه يحطم البكتيريوغلايكان اللي هو السيل وول أوف بكتيريا، وبيقلل من عدد البكتيريا الموجودة على سطح العين. The indigenous microflora of external surfaces of the conjunctiva includes Staphylococcus, Streptococcus, Cyanobacterium and Moraxella catarrhalis اللي هي جرام نيجاتيف كوكاي. لان منطقة الجفن اللي هي الكونجكتيفا هذه بيكون فيها بكتيريا موجودة مثل Staphylococcus والStreptococcus والCyanobacterium وقلنا Moraxella catarrhalis وهي عبارة عن جرام نيجاتيف كوكاي. لان ماكروفلورا of the respiratory tract، طبعا respiratory tract او المجاري التنفسيه مقسومه الى قسمين، upper ولور، المنطقه العلويه والمنطقه السفليه. respiratory tract are divided into upper respiratory tract وهي nasal passages throat والpharynx. المنطقه اللي هي منطقه المجاري الانفيه او الفتحات الانفيه، منطقه الحلق ومنطقه الحنجره، هذه هي ما تعرف بالأبر respiratory tract. لأن المنطقة الأخرى اللي هي lower respiratory tract consists of the larynx, trachea, bronchi, bronchioles and lungs. هي الآن تأتي من الحنجرة، طبعاً عفواً. The throat هي الفرنكس، larynx هي الحنجرة، الحنجرة، التراكية، القصبات الهوائية، القصيبات الهوائية والرئتين. هذه كلها ما يعرف باللور respiratory tract. لأن nasal passages and throats have abundant and varied populations of microorganisms. الأبر respiratory tract اللي هي خصوصا الفتحات الأنفية أو المجاري الأنفية ومنطقة الحلق أو الثروت، هذه بتكون مليئة بأنواع مختلفة من الميكروorganisms. Microorganisms found in healthy nose and throat are harmless. إذن هذه الأنواع الكثيرة الموجودة في منطقة الفتحات الأنفية ومنطقة الحلق أو الثروت بتكون عادة طبيعيا غير مؤذي، ولكن إذا وجد هذه البكتيريا الموجودة باللون الأحمر، إذا وجد Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria and Cyanobacteria, they are opportunistic pathogens. لأن إذا وجدت هذه البكتيريا في الحلق أو في الأنف تسبب التهابات. زي ما قلنا إذا وجدنا Streptococcus أو وجدنا Staphylococcus أو وجدنا Neisseria أو Cyanobacteria، هذه بتكون بكتيريا قد تسبب، هي بكتيريا انتهازية وقد تسبب التهابات في الحلق والأن. Some people are healthy carriers of the causative agents of diphtheria, meningitis, pneumonia, and whooping cough. بعض الناس بيكونوا حاملين لهذه الأمراض اللي هي مرض الدبثيريا، مرض التحايل، meningitis، مرض النيمونيا، التهاب الرئوي، والسعال الديكي اللي هو الهوبينج كوف، ولكن لا تظهر عندهم أعراض. The lower respiratory tract is usually free of microbes. لأن المنطقة السفلى من الجهاز التنفسي أو المجاري التنفسي بتكون عادة خالية من الميكروبات. طبعا هذا السبب هو هناك mucous membranes and lung have defense mechanisms that remove invaders. هناك آليات مقاومة أو آليات مناعية موجودة في هذه المجاري اللي هي على القصبات الهوائية والقصيبات وداخل الرئتين، بتساعد على التخلص
من أي بكتيريا تدخل أو ماكرو أورجانزم تدخل إلى داخل هذه المجاري التنفسية السفلى. لأن ماكروفلورا of the oral cavity mouth، لأن البكتيريا أو الميكروبات الموجودة في الفم، في عنا anaerobic anaerobic bacteria are found in the mouth. طبعا في نوعين، النوع البكتيريا لا هوائية وبكتيريا هوائية موجودة في الفم. الانيروبيك flourish in gum margins services between the teeth and deep folds لمسمون cryptus on the surface of the tonsils. البكتيريا اللاهوائية عادة تكون منتعشة في حواف النيرة أو يسموها الجم اللثة. هذه المناطق تكون مخفية عن الأكسجين، وكذلك الفتحات أو المناطق اللي بين الأسنان، وخصوصا عند الأشخاص اللي ما بيحافظوا على نظافة الأسنان وما بنظفوا أسنانهم باستمرار، هناك ثنايا عميقة يسموها كريبتس، هذه تدخل فيها البكتيريا الهوائية، وكذلك موجودة على سطح التونسلز أو هما اللوزتين. Carelessness in dental hygiene allows growth of these bacteria with development of dental caries and gingivitis. لأن قلنا عدم الاهتمام في تنظيف الأسنان وتنظيف الفم بيؤدي إلى نمو هذه الأنواع من البكتيريا، وقد تؤدي إلى حدوث تسوسات الأسنان اللي هي dental caries، وكذلك التهابات في اللثة الجينجيفايتس. Microbes isolated from healthy mouths includes gram positive and gram negative cocci and bacilli, spirochetes, yeasts, protozoa and viruses. لأن الفم اللي بيكون healthy طبيعي، يعني لا يوجد فيه أي نوع من أنواع الأمراض، ممكن عزل بكتيريا طبيعية لا تؤثر عليه، هي مثل جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف كوكاي أند باسيلاي سبايروكيتس وخمائر، وكذلك بروتوزوا أوليات وفيروسات. ولكن إذا وجدت البكتيريا التالية هي بالأحمر، the bacteria includes actinomycetes, bacteroids, fusibacterium, lactobacillus والفا ستوكوكس نازيريا، هذه ممكن انها تسبب بعض الالتهابات. Microflora of the gastrointestinal tract. الان البكتيريا او الميكروبات الموجوده في الجهاز الهضمي. لان gastric enzymes and the external extremely acidic pH of the stomach usually prevents growth of indigenous microflora and microbes present in food and beverages. لأن العصارة الهضمية أو الإنزيمات الخاصة بالهضم، وكذلك درجة الحموضة العالية في المعدة تمنع نمو أي بكتيريا داخل التي تدخل مع الطعام والشراب اللي احنا مندخل. طبعا this is only one bacterium, if there is only one bacterium, a gram-negative bacilli named Helicobacter pylori that lives in some people's stomach and is a common cause of ulcers. هناك بكتيريا وحيدة هي عبارة عن gram-negative bacilli عصيات سالبة لجرام، نسميها Helicobacter pylori، هذه تعيش في معدة بعض الأشخاص، وطبعا تقاوم الحموضة العالية للمعدة وتسبب تقرحات في المعدة. لأن few microflora are found in the upper part of small intestine. إذا اتفقنا إنه المعدة بتكون خالية من الميكروبات ما عدا في بعض الأشخاص اللي هو الـ H. pylori. لأن
إذا نزلنا إلى الأمعاء الدقيقة، طبعا الأمعاء الدقيقة بيكون فيها كميات قليلة جدا من الميكروبات بتعيش فيها، few microflora are found in upper part of the small intestine، في الجزء العلوي اللي هو الديدينم، because bile inhibits their growth but many are found in the lower part of the small intestine, the jejunum and ileum. قلنا الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة يكون عدد الميكروبات فيها قليل جدا، وذلك بسبب البايل وهو مثبط لنمو هذه الأنواع من البكتيريا. ولكن إذا نزلنا إلى الأسفل في الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة وفي منطقة الجيجينم والإليم يكون عدد الميكروبات أكثر. الآن the most abundant bacteria are Staphylococci, Lactobacilli, Clostridia perfringens. لأن البكتيريا الأكثر شيوعاً الموجودة في الأمعاء هي Staphylococci, Lactobacilli, Clostridia perfringens. لأن نجي إلى منطقة القولون أو الأمعاء الغليظة. The colon contains the largest number and variety of microorganisms of any colonized area in the body. لأن منطقة الأمعاء الغليظة أو القولون تحتوي على أكبر عدد وأكثر نوع أنواع الميكروأورجانيزمز الموجودة في أي منطقة في الجسم. إذن هو يحتوي على كميات كبيرة جدا من الميكروبات وأنواع كثيرة جدا من الميكروبات تفوق أي منطقة أخرى في الجسم. طبعا it has been estimated that 500 to 600 different bacterial species live in the colon. إذا القولون مقدر إنه بيعيش فيه أكثر من أو حوالي 500 إلى 600 نوع مختلف من البكتيريا وطبعا الفطريات. Colon has anaerobic environment, therefore anaerobic and facultative anaerobes live there. إذا للطبيعة الخاصة بالقولون كونه المنطقة أو البيئة اللي بيئة لا هوائية، معظم البكتيريا اللي بتعيش في هذه المنطقة أو منطقة القولون بتكون إما لا هوائية أو فاكولتيتيف أنيروبس. اللي هي الفاكولتيتيف أنيروبس إحنا شرحناها قبل المرة، هي البكتيريا التي إذا وجد الأكسجين بتعيش وإذا لم يوجد الأكسجين بتعيش. أمثلة على البكتيريا الموجودة في القولون هي البكتيرويدز، فيوزي بكتيريوم، كلوستريديا و هيبتو ستريبتوكوكس إلى آخره. طبعا live there and the enteric bacteria E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, also fungi, protozoa and viruses are there. إذن بالإضافة إلى هذه الأنواع موجود اللي بسموهم الانتيرو بكتيريا سي، البكتيريا اللي بتعيش في الأمعاء زي الإي كولاي، الكليبسيلا، الانتيرو بكتر، البروتيوس، وكذلك الفطريات، الفنجاي والبروتوزوا والفيروسات كلها بتعيش في هذه المناطق. لأن many microflora of the colon are opportunistic and cause disease. معظم الميكروفلورا الموجودة في القولون هي بكتيريا انتهازية وقد تسبب المرض في أي وقت إذا كانت الظروف مناسبة لحدوث المرض. لأن microflora of the genital urinary tract البكتيريا أو الميكروبات الموجودة في منطقة اللي هي الجهاز التناسلي والجهاز البولي. لأن the kidney is أو the healthy kidney ureters and urinary bladder are sterile. إذن منطقة الكلية، الحالب والمثانة هذه بتكون خالية من معقمة وخالية من أي نوع من أنواع الميكروبات. كونه الكلية معقمة يأتيها الدم معقم، بتم تصفية الدم في الكلية وتكوين البول،
هذا البول يمر عبر الحوالب، هذا الحالب ينقل البول الآن إلى البلدر أو المثانة. طبعاً هذا كله معقد. الآن the urethra and external openings of the urethra may harbor many microbes. إذا الجزء الخارجي للوريثرا اللي هي مخرج البول سواء عند الرجال أو عند النساء، هذا قد يحتوي بعض الميكروبات مثل نازيريا سبيشيز، ستافيلوكوكاي، ستريبتوكوكاي، انتيروكوكاي، انتريك بكتيريا، انيروبيك بكتيريا، ييست اند فيروسز. إذا المنطقة اللي بتكون تنقل البول من المثانة إلى خارج الجسم هذه يسموها اليوريثرا، هذه المنطقة قد تحتوي على قلنا بعض أنواع من الميكرو أورجانيزمز، وعادة بتكون غير ممرضة نانباثوجينيك مثل النازيريا سبيشيز، قلنا السافيلوكوكاي، الستريبتوكوكاي، الانتيروكوكاي، انتيريك بكتيريا، انيروبيك بكتيريا، ييست اند فيروسز. The organisms do not invade the bladder because the urethra is periodically flushed by acidic urine. لأن هذه أنواع من البكتيريا قلنا أو أي نوع أخرى لا تدخل إلى المثانة، وذلك لأن عملية التبول المستمر وخروج البول من المثانة إلى الخارج يقوم بغسل هذه الأنواع من البكتيريا ومنحها من دخول. طبعاً كون اليورين برضو كمان أسيديك حامضي بيقضي على هذه الأنواع من البكتيريا وبمنع دخولها إلى المثانة. الآن متى تحدث الانفكشن؟ الآن الالتهابات تحدث لما يكون هناك انسداد في منطقة اليوريثرا. إذا كان هناك obstruction, infections occur when the urethra are obstructed. لما يصير في عندي انسداد، هذا الانسداد قد يكون مثلا تضخم البروستات او وجود عائق مثل الحصوات وغيره، هذا كله بيؤدي الى حدوث التهابات. لان كلاميديا تراكوماتيس، نايزيريا غونوريا اند مايكوبلازما are easily introduced into the urethra by sexual intercourse. الآن بعض هذه الأنواع البكتيرية مثل الكلاميديا تراكوماتس، النازيريا غونوريا والمايكوبلازما هذه تسبب التهابات وعادة تنتقل عن طريق العملية الجنسية. If the surgery is to be extensive, the surrounding area is covered with a sterile plastic film or sterile cloth drapes so that a sterile surgical field is established. طبعا كونه احنا عندنا مايكروفلورا موجوده قلنا على جلدنا من الخارج او موجوده في داخلنا، لان لما اي انسان بده يقوم بعمليه جراحيه لابد من تعقيم المنطقة المحيطة بالقطع. لما يجي الآن الجراح بده يعمل قطع في الجلد لابد من تنظيف الجلد. يعني if the surgery is to be extensive، يعني إذا كان هناك عملية جراحية كبيرة، المنطقة المحيطة بالجرح أو القطع اللي بيقوم فيه الجراح يجب أن تكون ستيرايل. عادة بغطوها بطبقة من البلاستيك، فيلم من البلاستيك بيكون هذا الفيلم معقم، وكذلك بضعوا قطع من الشاش معقمة حول هذه المنطقة حتى لا تنتقل أي من البكتيريا المحيطة في منطقة القطع بالدخول إلى منطقة العملية وإحداث إصابة. الآن The reproductive system of men and women are usually sterile. لأن الجهاز التناسلي في المرأة والرجل عادة بيكون معقم. For the exception of the vagina, where microflora varies with the stage of sexual development. طبعاً
ما عدا منطقة اللي هي المهبل عند النساء وأنواع البكتيريا أو الفطريات الموجودة في المهبل الفاجينا تختلف حسب مرحلة التطور الجنسي. لأن during puberty اللي هي نسميها وقت البلوغ, the vagina secretion are alkaline supporting growth of diphtheroid, streptococci, staphylococci and coliforms. لأن قلنا خلال فترة البلوغ اللي هي puberty بتكون إفرازات المهبل أو الفاجينا قاعدية, وهذا بيشجع على نمو البكتيريا الديبثيرويد الستريبتوكوكاي الستافيلوكوكاي والكوليفورم اللي هي البكتيريا زي الإيكولاي وغيرها. لأن in adults the secretion becomes acidic. لأن عندما تبلغ المرأة وتصبح امرأة بتحول إفرازات المهبل من قاعدي إلى حامضي. الـ pH بيكون من 5 من 4 إلى 5 and encourages mainly the growth of lactobacilli. إذن هذا التغير في الـ pH أو درجة الحموضة في الإفرازات من قاعدي إلى حامضي بيشجع على نمو اللاكتوباسيلاي and inhibits growth of bacterial species which could طبعا cause vaginosis and vaginitis. ويثبط نمو أي نوع من أنواع البكتيريا اللي راح تسبب الآن التهابات في المهبل, إما vaginosis أو vaginitis. طبعا decrease in acidity lead to growth of yeast that cause vaginitis. لأن إذا كان هناك تغير في الحموضة و أصبحت المناطق حامضية نقص في الحموضة, هذا بيؤدي الآن إلى نمو الخمائر, وهذه الخمائر بتؤدي إلى حدوث مرض نسميه الفاجينايتس أو التهاب المهبل. لأن لاحظنا هناك في فاجينوسيس وفاجينايتس, الفرق بيناتهم إنه الفاجينوسيس بسببها أو هذا الالتهاب سببه بكتيري, الفاجينايتس هو التهاب ولكن سببه الخمائر أو الفطريات. لذلك لما قلنا التغيير في الـ pH من قاعدي إلى حامضي بمنع نمو البكتيريا اللي بتسبب الفاجينوسيس والفاجينايتس. ولكن إذا كان هناك decrease in acidity صار في عندي هبوط في الحموضة بيؤدي إلى نمو اليست وحدوث الفاجينايتس. لان beneficial and harmful roles of indigenous microflora. طبعا الميكروفلورا لها عدة أدوار, في دور بيكون harmful طبعا مؤذي, ونوع beneficial مفيد. لان من المفيد هو production of vitamins e.g. K, B12, pathnic acid, pyridoxine وبيوتين. إذن هذه البكتيريا أو الميكروأورجانيزمز أو الميكروفلورا الموجودة على جسمنا أو داخل جسمنا تنتج فيتامينات, فيتامين K, B12, الباثنيك أسيد و البارودوكسين والبيوتين. هذه كلها فيتامينات بيستفيد منها الجسم. لان برضو stimulates the immune system and enhances body protection against pathogens. هاي البكتيريا او الميكرو اورجانيزمز الموجوده على جسمنا او داخل جسمنا بتؤدي الى تفعيل جهاز المناعه وتدريب جهاز المناعة على حمايتنا من ضد البكتيريا أو الميكروبات الممرض. ميكروبيال أنتاجونيزم برضو دور مفيد آخر للميكروفلورا الموجودة, هو
الآن الانتاجونيزم اللي هي التضاد. الآن وجود البكتيريا أصلا في منطقة معينة تمنع دخول بكتيريا أخرى بتكون ضدها. يعني إذا كنا في منطقة مليئة بالأشخاص، مجرد وجود العدد يمنع عدد آخر من الدخول إلى الغرفة. مثلا إذا كان الغرفة فيها 10 كراسي والعشر كراسي كلهم مليانات في عليهم ناس قاعدين، لأن إذا إجا كمان أشخاص آخرين لا يستطيعوا الدخول إلى هذه الغرفة لأنه مليان. كذلك البكتيريا الموجودة على جسمنا أو داخل جسمنا بوجودها تمنع أي بكتيريا أخرى. الآن indigenous microflora prevent pathogen colonizing of mucous membranes. طبعا هذا الانتاجونيزم انه اصلا وجود هذه البكتيريا زي ما قلنا وجود البكتيريا اصلا في منطقه محدده تمنع الان اي بكتيريا اخرى تاتي الى المنطقه. يعني الآن الانجينيوس مايكروفلورا قلنا تمنع البكتيريا الممرضة من إنها تستعمر الأغشية المخاطية. بالإضافة إلى ذلك some microbes produce antibiotics and bacteria seen to kill other microbes. الآن إذا البكتيريا الأخرى أصرت على إنها تدخل المنطقة، هذه البكتيريا الموجودة أو الريزيدنت ماكروفلورا أو الاندجينس ماكروفلورا تنتج بعض المضادات الحيوية والبكتيريسين حتى تقتل أي مكروب يأتي إلى المنطقة. في عنا opportunistic microbes اللي هي مكروبات انتهازية زي E. coli like normally found in the intestine but under stress it may reach urinary bladder or bloodstream and cause infection. لان هذه البكتيريا الانتهازية زي الإيكولاي موجودة في أمعائنا بتعيش طبيعيا وما في أي مشكلة، ولكن إذا حدث هناك ظروف هذه الظروف قد تؤدي إلى انتقال الإيكولاي مثلا إلى المثانة أو إلى مجرى الدم حيث تسبب التهابات. Biotherapeutic agents. لأن بعض الأمراض تعالج بوجود أو إعطاء الشخص بكتيريا زي like lactobacillus of yogurt. اللاكتوباسيلس الموجود في اللبن الرايب تستخدم في إعادة توازن الماكرو اورجانيزمز او النورمال ماكرو فلورا لايك قلنا لاكتوباسيلس اوف يوغورت از يوز تو ري استابليش ذا اند ستابلايز ذا مايكروبيال بالانس. لان انتيروكوكس اند ييست ساكروميسيس ار اكزامبل. لان اذا الانسان كان على انتيبايوتكس، هذه الانتيبايوتكس لمده طويله طبعا المضادات الحيوية قد تقضي على بعض أنواع من البكتيريا أو الماكروفلورا الموجودة في جسمنا، مما يؤدي إلى نمو الانتيروكوكس والخمائر لما الساكروميسيز. هذه طبعاً راح تخل في التوازن في الماكروفلورا مما يؤدي إلى حدوث التهابات فطرية أو التهابات في الانتيروكوكس. لكن لإعادة هذا الاتزان يستخدم بكتيريا أخرى زي اللاكتوباسيلاي الموجودة في اللبن، فهذه بتعيد التوازن. هذه اللاكتوباسيلس تدخل وبتعيد التوازن ما بين اللي هي اليست والبكتيريا. بايوفيلمز، طبعا البايوفيلمز when bacteria live in a large number when bacteria live in large numbers of colonies surrounded by a layer of polysaccharides extracellular matrix that the bacteria secretes. These biofilms are very resistant to antibiotics and disinfectants and cause serious infection.
البايوفيلمز او بسموها الافلام الحيويه هي عباره عن طبقه من البكتيريا تنمو وتفرز مواد سكريه. هذه المواد السكريه بسموها الاكستراسيلولار ماتريكس، هذه البكتيريا تفرزها وتعمل طبقه حيه تسموها البايوفيلم. هذه الطبقه تحمي البكتيريا من الانتيبيوتكس او المعقمات وتؤدي الى حدوث امراض او التهابات خطيره. اذا البايوفيلمز هذه بعض البكتيريا لما يكون هناك عدد كبير جدا من المستعمرات وتكون محاطه بهذه الطبقه من السكريات او الاكستراسيلولار ماتريسز او ماتريكس، لان هذه تحمي قلنا البكتيريا من اي مضادات حيويه من اي معقمات وتؤدي الى حدوث امراض خطيره. طبعا الاوبورتونستيك والبايوثيرابيوتيك والبايوفيلم هذه كلها من الهامفول رولز اوف اندجينس مايكروفلورا. الان نجي الى تلخيص ما قمنا بتحدث عنه. اول شيء قلنا فيتس هاز نو اندجينس مايكروفلورا. Microflora includes all microbes, bacteria, fungi, protozoa, and viruses that reside on or within that person. The number and variety of microorganisms present on the skin depends on moisture, pH, temperature, salinity, present of waste, such as fatty acids, and presence of other microbes. The middle and inner ear usually sterile. The eye is lubricated, cleansed, and protected by tears, mucus, and sebum. Respiratory tract are divided into upper respiratory tract and lower respiratory and harbor the many types of microorganisms. When lower part when usually sterile. Anaerobic and aerobic bacteria are found in the mouth. Stomach usually prevents the growth of indigenous microflora. The healthy kidney, ureters, and urinary bladder are sterile. ويعطيكم العافية.